يلا والله العظيم انا بلاقي فك جماعه اللي هم على باب الله ظروفهم زي الزفت. بص لنا بس يا عمال حاج الجو عامل ايه معاك؟ والله تعبان. بتعمل كام يا حاج في اليوم دلوقتي؟ 150 200 بالعافيه. ولما كانت الدنيا شغاله 700 800. يعني انت بتنزل تجيب من الناس 700 جنيه في اليوم؟ بلمهم جنيه بنص جنيه يعني البديل معاك. شغال بقى في منطقه ايه؟ انا كل يوم بروح بلد. كل يوم بتروح بلد؟ النهارده كنت فين يا حاج؟ الناس البخله اللي ادوك 150 بس، كنت في انهي بلد النهارده؟ انهي بلد بخيله؟ كنت في برك الخيم. والله العظيم يا جماعه برك الخيم ما فيهاش فلوس. في الايام الجميله والمواسم والاعياد ايه الدنيا؟ الواحد ممكن يعدي ال 40,000 جنيه في يوم. بقول لك ايه؟ بتشغلنا معاك يا عم. قول مصعب الشريف. يا عم وربنا شغلنا معاك يا عم. انا شغال دلوقتي ب 50 جنيه في اليوم. لا والله وب 12 ساعة بنشتغل 12 ساعة ب 50 جنيه في اليوم. اللي انا جايب دول لاني انا تعبت جامد. ليه؟ الدور عمال الف. ب 150 جنيه. من الدور والله عمال الف. طب ما حلو يا عم 150 جنيه. ما كفتنيش كفر بارك الخيم. خدت نص المحتلية معايا وانا جاي ماشي. على كده يا حاج انت ماسك كام منطقة بقى؟ ثواني شوف بس الراجل الشحات ده بيعمل كل يوم 700 جنيه ثواني يا عم. طب المنطقه الراقيه اللي معاك اللي بتبرز معاك ايه هي؟ بلاش حب بقى. اه والله انها شكلها كده الراجل الشحات. حاجه 300 اليومين دول. انهي بلد بتبرز؟ المنوفيه حبيبي. يا حي المنوفيه. المنوفيه يا حي المنوفيه. اوسخ ناس في البلد. لا ده اكرم ناس. يا ليلك بتزم المنوفيه. 26 30. والله يا حاج الله يقويك. والله يا حاج انا اقول لك ربنا يعينك يا رب. تقول له يا عم هاني بقى تقول له ايه؟ ربنا يقويك يابا. ربنا يديك الصحة يا عم الحاج وتلم لنا 40,000 زي ما بتقول كده. بتلم كام 1000؟ وادي النهارده الشحات في اليوم 150 جنيه و700 جنيه. شكرا. صورة بقى عماني ما جنب الراجل بقى جنب صورة بس معاه طيب معاه صورة سيلفي كده صورة مع الراجل خش يا عماني.